والله قضيتها بين الأسرة والأولاد. تدي الآن بعد كورونا والكويت في مشكلة، صارت كل أشياء مسكرة. البارح شمت يمكن صورتوا الصبية، الناس كلها طالعة الصبية وطالعة صوب هناك الجواخير، لأن ما في أماكن ترفيهية. تدي معظم السينمات فل والسينمات محدودة، وطبعا المطاعم محدودة والأماكن قليلة، وما في أماكن منتزهات، ما في شيء، كله مسكر من زمان، كله انهدم. إن كان الواجهة البحرية والمشروعات السياحية هذه غير، يعني غير مؤهلة للناس تتجمع فيها. لا والله ما قدرت احتل معاهم، لأن الوضع غير طبيعي كان، لأن الناس ما عندها مكان، فتضطر تروح جسر جابر. يعني ما بدها حل، يعني بدها تتنفه. وين تروح؟ يروحون البر، يروحون جسر جابر، يروحون الصبية، هذه الأماكن اللي موجودة. ما في أي مشروع. يعني شوف الحين السعودية بالبورفارد اللي عندهم وضع غير، شوف الإمارات البارح 7 محطات تنقل عالمية مهرجانهم في رأس السنة. إحنا عندنا مشكلة، يعني التقلص هذا والحزن والكآبة هذه ما أدري منين يجت. يعني الناس اللي تعمل نهار الإجازة تأخذها للنوم، أنت طول الأسبوع تشتغل، فلازم لما تيجي إجازة بتنام، مش عاوز تطلع. يعني خاصة الأسرة إذا مو موجودة معاك، إذا موجودة معاك مجبر حتطلع تتفسح المواطنين والله اللي يشتغل طول الأسبوع هم نفس الطريقة، ينام في البيت يأخذها نوم، يخلي الأسرة تطلع مع الخوال مع العمام، وهو يحط رأسه وينام، يأخذ هالويكند الفترة للنشاط القادم اللي هو الاثنين الجاي إن شاء الله افتتاح البلد.